خلينا نذهب إلى قضية لها علاقة بالسجاير. هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة طرحت كراسة الشروط الخاصة لمزايدة الحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجاير في مصر. إحنا عارفين إنه إنتاج السجاير في مصر احتكار للشرقية للدخان منذ 100 عام تقريبا، من 1920. هذه الشركات المفروض تقدم عروضها الفنية والمالية حتى أقصى 4 إبريل على أن يكون موعد إجراء المزايدة 6 يونيو، ولكن هذه المزايدة بهذه الشروط معظم شركات السجاير، شركات العاملة في توزيع السجاير في مصر، رفضتها واعترضت عليها طبقا لتقرير لرويترز، وقالت انها مكحفة تبقي على احتكار الشرقية للدخان، كما انها لا تسمح لشركات اخرى بالعمل بشكل حقيقي. معي على الهاتف استاذ هاني امان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان. استاذ هاني مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني اولا، يعني هل متوقعين ان تتاثر دي اول مره بيبقى في طرح لشركه يعني يمكن ان تصنع السجاير غير الشرقيه وللدخان اللي محتكره هذا التصنيع من 1920، هل ممكن ان تؤثر هذه الرخصه على الشرقيه للدخان؟ والله احنا قرينا كراسه الشروط يا فندم، والشركه الشرقيه زي ما حضرتك عارفه هي المنتج الوحيد للسجاير حتى تاريخه. كل السجاير اللي تنتج في مصر تنتج عندنا. احنا عندنا الاصناف بتاعتنا بتاعت الشركه الشرقيه اللي هي الكليوباترا وخلافه، دي اللي هي بتمثل الشريحه اللي بنسميها الثالثه او الشريحه الشعبيه، ومفيش حد تقريبا بينافسنا فيها. احنا مسيطرين عليها وهي بتمثل كل الانتاج بتاعنا. اللي احنا فاهمينه كراسه الشروط بتشترط عدم وجود انتاج سجاير في هذه الشريحه، اللي هي وانه لازم يكون سعر السجاير الجايه هي اكثر من سعرنا ب 50%، وده بيحطها في شريحه اخرى اللي هي بنسميها المتوسطه او العليا. فاحنا شايفين انه يعني طبعا اي وجود اي منافسه ده شيء جميل ويساعد طبعا في مصلحه المستهلك، لكن البلد طبعا محتاجه استثمارات، واحنا ما بنقول انه ده حق اصيل لهيئه التنميه الصناعيه وحق الدوله بانها تطرح الرخص وقت ما هي شايفه انه صحيح. من يعني الحقيقه هي الشروط بالشكل ده لا تعتبر منافسه على الاطلاق، لان هو بيسيب لك كل التصنيع اللي هو للشريحه الاكبر، الشريحه الشعبيه، والشريحه الاغلى هو اغلى منك ب 50%، فبالتالي فعلا هو ما فيش كده منافسه على الاطلاق. كمان الشركه اللي هتحصل على الترخيص غير انها يعني نسبه مساهمه للشرقيه للدخان بواقع 24% من راس المال، ده معناه ان انتم المفروض تاخدوا فلوس من هذه الشركه. أنا عايز أأكد بس على نقطة مهمة جدا يا مدام لميس، وهي يمكن نقطة غايبة عن ناس كتير. إحنا مش محتكرين السوق بتاعنا، أي شركة تقدر تستورد سجاير من بره وتبيعها في أي شريحة، ده شيء ما كانش يعني مش ممنوع أبدا، طول الوقت موجود. فلو في شركة فعلا أجنبية بتستورد فعلا سيجارة من بره وفعلا بتبيعها بسعر مقارب بالسعر بتاعنا، فاحنا كلمه احتكار يمكن ما هيش احسن كلمه. انت محتكر التصنيع يا فندم، انت محتكر التصنيع داخل مصر. التصنيع ده حقيقي احنا محتكرين، مش محتكرين، احنا الشركه الوحيده اللي معاها رخصه. طيب هي فلما هتطلع رخصه بالظبط، وبالتالي ما كانش في رخصه ثانيه، يعني الدوله لم تصدر اي رخصه اخرى غير الشرقيه للدخان، لتبقى الشرقيه للدخان محتكره للتصنيع، وبالتالي هي محتكره للاسعار. احنا على العموم احنا مش الاحتكار ده احيانا بيؤدي الى غلو اسعار، لانه المحتكر ده بيستفيد من هذه الميزه. الحقيقه احنا بقالنا 3 سنين ما رفعناش سعر السجاير بتاعتنا، والعكس صحيح، احنا يعني امتصينا كل الزيادات اللي حصلت في خلال الفتره اللي فاتت لصالح المستهلك، يعني سواء كانت زيادات سياديه، ضرائب، جمارك، اجور، مرتبات، كل ده امتصيناه في خلال ال3 سنين اللي فاتت، والحقيقه ما زلنا بنحقق احسن نتائج واحسن ارباح. اللي انا اقصده انه احنا ما احتكرناش او ما كانش في منع للاخرين ضد مصلحه المستهلك، والعكس صحيح، احنا بنشتغل عشان مصلحه المستهلك. هل مثلا الفلوس اللي ممكن تاخدوها من الشركه الجديده ممكن تضخوها استثمارات في الشرقيه للدخان؟ احنا طبعا هنعمل كده، احنا الحقيقه الهدف ان احنا كمان نواكب العصر ونطلع سجاير جديده، السجاير الالكترونيه ان شاء الله هنطلع سجاير
على اخر السنه يكون عندنا تجاره الكترونيه. هتطلعوا السجاره الالكترونيه دي مهمه جدا، لان كل اللي بيبطلوا سجاير دلوقتي بيشتغلوا بالسجاره الالكترونيه. والله احنا بنقول المستهلك بتاعنا اللي احنا اللي ليه ولاء للشركه وبيحافظ عليه واحنا بنحافظ عليه، هنديله السيجاره بتاعته في السعر المناسب علشان ما يضطرش ان هو يروح الاسعار الغاليه ويروح السجائر الثانيه. فاحنا هنفضل محافظين على الجمهور بتاعنا والمستهلكين بتوعنا على قد ما نقدر. احنا حبايبنا لازم ناخد بالنا منهم. طبعا استاذ هاني انا لازم اقول لك ان انا ضد التدخين، ولكن وانا كمان يا فندم انا ضد التدخين. ده بزنس ستوري، ولكن انا ضد التدخين ولا اشجع الناس على التدخين بصراحه. والحقيقه احنا ما بنشجعش التدخين، لكن بنقول احنا بنخدم بنعمل يعني ده جزء من الاقتصاد. صناعه يا فندم، انا صناعه من الناحيه الاداريه احنا ما بنشجعوش خالص، ما فيش اي حاجه، ولكنها صناعه مهمه في مصر ما اقدرش اقول. بالظبط كده يا فندم، بشكرك استاذ هاني، بشكرك شكرا جزيلا. رئيس تنفيذي والعضو المنتدب للشركه الشرقيه للدخان.